الحجة التانية انه لسه في امل، اصبروا وادعوا للراجل، وكلنا نخرج يوم الجمعة الجاية نرفع اكف الضراعة وندعي للسيسي وانجازاته الفظيعة الجامدة اللي ما حصلتش، زي اقتراح المدام ام صوت تخين دي. وهم حد سمع لهم كلمة؟ الدعوة اللي بيدعوها بيقول لك دعوات يوم الجمعة، جمعة مين يا عم؟ يا عم روق يا عم، احنا هنقعد يوم الجمعة ندعي للرئيس السيسي على اللي عمله واللي عمله لنا. بيسألوني من لندن ومن الكويت ومن بعض الدول العربية بالأمس وأول أمس على ما يحدث في 11/11، قلت لهم مجرد تخاريف على السوشيال ميديا، أنا بكلمك من أرض الواقع، تراب هذه البلد يجب أن نحافظ. وشعبها فاهم كويس قوي النهارده وفاهم وواعي إنه إيه البلد فين، في حتة تانية هينزل عشان يقلبها. شكرا يا بشير. انا عايز حد من اللي بيتفرج يقول لي العقده دي ثمنه كام اللي لابساه المدام ده، يعني حد يقول لي العقده اللي لابساه المدام ده ثمنه كام؟ طب ما فيش لقطه يا بشير، الست دي مدام خواتم دي، ما فيش لقطه يا بشير، خلي يا راجل خليك ذوق يا راجل، ارفع وريني الخواتم اللي لابساها، الخاتم الحلو اللي لابساه في ايديها لما رفعت كده، عشان زي زمان لما كنا نتصور بالسيجاره والحاجات دي، يا راجل رفعت لك الخاتم هتعمل لك ايه تاني يا بشير؟ انا نفسي اعرف المخرجين دول هيجيبوا من ايه. اهي يا راجل اهي، ايوه دي، ده هي رفعت كده عشان توري المدامات اللي قاعدين قدام الشاشه، اكيد مش المانوا كير، اكيد عايزه توريهم الخاتم، بس انت هنا شحطته شويه شديته شويه، ده هي رفع ايديها بالدعوات تحديدا مش عشان، ايوه كده يا راجل، وريهم الخاتم كده مدام خواتم، ورينا العقد والخاتم فنرفع اكف الضراعه بالخواتم والالمازات والحلي والمجوهرات عشان ندعي للسيسي انه يبارك في القطقم دي وتزيد اكتر واكتر. طب معلش يا مدام خواتم نتقابل فين؟ يعني هي قالت، معلش هي قالت ايه؟ نروح ندعي للسيسي يوم الجمعه؟ اسمع كده، عملوا واللي عمله لنا. بيسالوني من خدت بالك من الودن كمان فيها حاجه؟ لحظه يا بشير، الودن فيها حاجه، انا ما خدتش بقى، انا راجل تقليدي اعرف المجوهرات بتاع الستات تبقى في الايدين في الرقبه، الودن اهي يا راجل، اهي يا راجل، ده كلام يا راجل، هتضحك علينا الستات في البيوت يقعد يقول لك طب ما خدتش بالك من ودانها والكام فص اللي في ودانها، الطقم كده ظاهر لسه مش كله طبعا، الخاتم ما ظهرش، يعني نعيش للسيسي ليه بقى؟ مدام معلش حضرتك، ممكن نتقابل فين ندعي للسيسي؟ نتقابل في عند جدع اللي هو في عبد الخالق ثروت بتاع الذهب، ولا حكم في كذا كذا واحد بتاع ذهب في عبد الخالق ثروت اوله كده من ناحيه من الاوبرا القديم، بتروح لمين حضرتك؟ ولا ده من بره اللي اطقم دي من بره؟ نتقابل فين؟ ايه رايك؟ عندي حل، طالما هتوصل لعبد الخالق ثروت بقى ما ناخده من اخره، نوصل لحد سليمان باشا وناخد الشمال نطلع لميدان التحرير، ايه رايك يا مدام خواتم واطقم؟ ما نتقابل، ده اسمه بيسموه ايه؟ كوليه ده؟ مش ده كوليه ده ولا انا ما الحاجات دي يا جماعه بصراحه ما لبستهاش قبل كده. نعم؟ نيكلس ايه يا عم؟ انت بتكلم مين؟ خالتي ما تعرفش نيكلس دي؟ خالتي تعرف، والنبي كانت لابسه حته عقد مخرطه والحاجات دي، انما انت تقولي نيكلس. على اي حال نتقابل فين يا مدام؟ في التحرير؟ ايه رايك؟ وهنا ساسكت قليلا، مش عشان العقد، لا، الدعوه دي وراها حاجه، هنا السؤال لمدام خواتم والمازات، هل دي بدايه حشد مضاد؟ انا بص انا متوغوش، نروح كلنا ندعي للسيسي بس هنلبس الخواتم دي، ولا الطقم ده هيتوزع، ولا ده ليك انت بس؟ الناس هتاخد بقى ازايز ميه بس انت تلبس الخواتم؟ انا قلبي متوغوش، لان الدعوه دي وراها شيء، لكن بص انا مش هدخل في كده كبير جدا واجيب ارقام واحصائيات عن فشل الراجل اللي جاب لها العقد ده، لا خالص، انا هعرض بس فيديو واحد للسيسي نفسه السنه دي وهو بيقول انا مش عارف، انه مش عارف ياكل يعلم يعالج وبيعترف بفشله السنه دي. يلا بقى كده نخش مع بعض، بسم الله برجلك اليمين. لكل اللي موجودين معانا واللي بيسمعونا من الدول اللي بتقول لنا انتوا ليه ما بتدوش حقوق للناس؟ حقوق ايه؟ انا مش هاكل، انا مش عارف اعلم، مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن،
راحوا المرج والمطرية والخصوص. خش خش وشوفوا لما بمشي في الشوارع بلاقي ايه. هي دي بلادنا 2020 بيعترف بفشله يا مدام خواتم. مش عارف يأكل، مش عارف يعلم، مش عارف يعالج. 2020 الراجل اعترف. يعمل بقى زي، طب ممكن يكون الإخوة الأشقاء في المؤتمر الاقتصادي. هو كمان على فكرة في 2020 ده سلسلة اعترافاته في المؤتمر الاقتصادي الأخير بفشل مشروعاته القومية في دمياط ومشروع المليون ونص فدان وعدم قدرته على عمل فصول ومستشفيات لعلاج. أفكرك يا مدام خواتم عشان نطلع بالخواتم ندعي. آدي نتيجة حكم السيسي بذات نفسه، مش قنوات خارجة مصر وعداء لمصر. اسمع، طب أهلنا في المات جمع يا دكتور؟ لا. طب ليه؟ لأن دراسة الموضوع البيئة الاجتماعية كانت بتقول إن الراجل اللي بيشتغل في البيت فوق بينزل يشتغل في الورشة تحت، ويطلب الشاي يبعته له، يطلب الغداء ينزله له، تعبان شوية يطلع ينام. فلما احنا عملنا كلام ده احنا عملنا مدينة بس، فما عناصر أخرى فقدت في الدراسة ما تحطتش في الاعتبار. طب حجم اللي زرع كام من مليون ونص فدان؟ 10%؟ 20%؟ طيب هل اتعمل بنفس الجودة والكفاءة اللي احنا بنتمناها لقطاع زراعي في مصر؟ النتيجة ايه المسار؟ لا اللي زرع ما يجيش 20% من الأرض ديت. انا غلطان؟ انا غلطان؟ كويس. وانا مش شايف، وانا ايه يعني مش شايفه، يعني مش قادر اقول ان ال 200 300 400 الف فدان اللي احنا بنقول يا رب يكونوا اتعملوا، انا اقدر اخد انتاجهم واقول ايه يتعملوا قمح عشان اعجاب مشكله قمح، يتعملوا ذره عشان علف الدواجن ومش عارف ايه، يتعملوا اللي انا عايزه. الارض اللي كانت بتتروي ري مريح خلصت، مش كده يا دكتور؟ بقى انا دلوقتي عايز اروي الارض عكس اتجاه الانحدار الطبيعي، فعايز اعمل ترع عكس الاتجاه، محطات رفع عكس الاتجاه، محطات معالجة لمية ممكن يستفيد منها عشان ما يبقاش بنسيب نقطة مية تكلفنا. مدام خواتم ده نتاج شغله 8 سنين 9 سنين. طب ما يمكن يا مدام عقد، يمكن الإخوة الأشقاء يدفعوا له حاجة. خلينا نشوف في نفس المؤتمر ده يا مدام المزات، هو في نفس المؤتمر ده انهزم وبيعترف بمرارة أن الأشقاء في الخليج الداعمين لي يرون أن مصر لا مستقبل لها، مش إحنا، ده هو. وبيقول من الأجندة اللي حاططها على الكوميدينو بتاعه جنب السرير. مدام خواتم أرجوكي اقلعي، سوري اقلعي العقد، اقلعي اللي في ودنك عشان تسمعي السيسي وهو بيقول أن حتى الأشقاء في الخليج قالوا له أو شايفين إن مصر ملهاش قيامة. اسمعي وشوفي رياكشناته. آخر أمر أقوله، أمر آخر مهم، حتى الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساندة عبر سنوات شكل ثقافة الاعتماد عليها. بس معلش يا أخي بشير، هات لي الغمزة واللمزة والهمزة اللي عملها في أول الفيديو. بص مدام خواتم إحنا ندعي له إيه؟ ده واحد خلاص، ده عدى البراميل. الراجل بيقولها لك بمرارة وبيغمز عشان ما حدش يشوفه، يعني اللي هو نسمعها كده بقى. آخر أمر أقوله، أمر آخر مهم، بس شكرا. حتى الأشقاء. شكرا شكرا مدام خواتم. ده كشف أعمال أو جدول أعمال السيسي في 9 سنين، لا عارف يعالج ولا عارف يأكل ولا عارف يلبس ولا عارف يعمل أي حاجة. مدام عقد ده كشف وظيفة السيسي في 9 سنين، بعد 9 سنين بلد منهارة باعترافه هو، أشقاء شايفين إن مصر ملهاش مستقبل. احنا قدام بلد اقتصاديا واقعه يا مدام، واعتراف صريح من اللي انت عايزه تدعي له بفشله. الدعاء مش هينفع، الدعاء فقط من غير عمل وجهد وتصحيح للاخطاء مش هينفع يا مدام خواتم.
فما تقعديش تقولي ندعي للسيسي، وافتكري لو بتعرفي تقري ومهتمة بالقراية زي ما انت مهتمة بالخواتم كده، جملة نزار قباني: إن الله ليس حدادا لديكم ليصنع السيوف.